في الشارع يعني حاجة مش لطيفة، مش عايز أقول التعبير تحرش ولا كلام منها، مش هنشوف ده ومش هنشوف حاجات تانية كتير. إذن يعني الموضوع أو اللي احنا بنقابله في حياتنا كلنا في مجتمعنا كله مبني كله على كتاف الست، كتاف الست. وفي ناس كتير يقولوا يعني انت يعني سبب الرحمة اللي عندك، وهم بيقولوا حاجة تانية، مش بيقولوا رحمة بس، بيقولوا الحنية يعني. صحيح. فأنا بقول لهم البيت اللي أنا عشت فيه كان كده، كانت أمي كده. صحيح. فأقصد أقول الدور كبير قوي قوي للأم يعني، وللأخت وللبنت يمكن كمان، مهم قوي قوي في المجتمع اللي احنا موجودين فيه. فصحيح. فاللي أنا عايز أقوله بس عشان ما أطولش عليكم زيادة عن اللزوم، أطول؟ حاضر حاضر. فأقصد هو ده. في بعض الناس تعتقد ان احنا، انا شخصيا منحاز، وانا عايز اقول لكم وقلت الكلمه دي قبل كده وباكدها تاني، والله انا مش منحاز، انا بحاول اظبط الكفه بس، بحاول انا بتكلم بصدق. اسمعوا، مش كده كان بيكلموا في الفيلم عن مثلا يعني الميراث، وان يبقى ما حدش عايز يديه طب ما هو ده العداله كده يعني، العداله اللي ربنا قال عليها كده، ان حد يقول لا انا مش هدي البنت او شويه بعد، لا. طب حاجات تانية كتير احنا بنعملها كلنا. هو النهارده لما بيحصل خلاف مين المسؤول قوي في البيت؟ وحتى لما يحصل الخلاف ويبقى الامور تخرج عن السيطره، مين اللي بيشيل؟ الست هي اللي بتشيل. وكل الكلام اللي جه في هنا، واللي كلنا عشنا في بيوتنا وشفنا جيراننا واهالينا وكل اللي احنا شفناهم في حياتنا في مسيرتنا يعني، شفنا ان دايما الست هي المسؤوله والراجل بيخرج يعني. وده مش معناه ان انا ضد الراجل يعني، لا، انا بحاول اكون ونحاول نكون، مش انا بس، انا واحنا كلنا نبقى منصفين حقيقه مع الدور اللي بتقوم بيه الست وفي مصر بالذات. وانا مش هنسى، والمفروض كلنا ما ننساش. وانا مش بكلم هنا الست المصريه، انا بكلم هنا النص التاني يعني، ان المراه المصريه خلال 2013، ومش بس 2013 وحتى الان، كان ليها دور كبير قوي قوي في حمايه مصر، كان ليها دور كبير قوي في حمايه مصر. وافتكروا، وانا والله لما بفكركم مش بفكر نفسي، انا فاكر بس بسجل هنا في اليوم دوت يعني اللي بنحتفل بيكم يعني، ان احنا لما في 30/6 اللي كانت متصدره الموضوع كانت الست، ولما طلبت الناس تنزل يوم 26، اذا كنت فاكر التوقيت كويس يعني، قلت انا بطلب من الشعب المصري ينزل يديني تفويض. اللي نزل في رمضان، كان في رمضان في اليوم دوت، الاسر كلها، انا اتصور ان كان، مش هتصور وقت، كان حقيقه ان الست هي اللي قامت ونزلت، والدنيا كلها شافت. ولما الدنيا كلها شافت العدد ده كله، قالوا ان لا، هو الموضوع مش حركه الجيش بيعملها ضد البلد، ده البلد رافضه والجيش بيدعم الرفض ده. فخرجت نزلت وعملت ده المرأة المصرية. طيب، اللي قدمت الشهيد، الأب موجود صحيح، مفيش كلام، لكن بحنية الأم اللي سهرت وصبرت وربت وقعدت من، وهو شالت تسع شهور وربت بعد كده لغاية لما بقى شاب أو راجل يعني، وبعدين قدمته لمصر. طب ما هو ده اصعب ان الام
بعد كل ده تقدم ابنها وبعدين يعني يستشهد او يصاب، وهو كان ماله العين زي ما بيقولوا، وبعدين يجي لها خبر ان هو استشهد يعني. فبرضه هي اللي قدمت. وحتى في الازمات اللي احنا بتمر علينا واليام بتاعتنا يمسك